فنبغى نتحدث من هالجانب وأنتم شاركونا عبر الهاشتاغ أيضا بمشاركتكم حول الجدة. ودي أسمع من أبو أحمد أول، شو رأيك أبو أحمد؟ والله يا أخي لحظة قبل معلش، هل في أحد منكم جدته عايشة على قيد الحياة الآن ولا؟ الله المستعان، الله يغفر لنا الله يرحمهم كلنا كلكم، يلا الحمد لله على كل حال. ها أبو أحمد تفضل. والله يا أخي ما أدري وش أقول لك، يعني أنت وانت تتكلم عن الجدات رفعت هالقدير الصغير ذا، تذكرت كذا خطر على بالي جدتي شريفة، أي الله يجعلها في عليين، جدتي لبوي وجدتي منيرة الله يجعلها في عليين، وموتانا وموتاكم جميع المسلمين اجعلهم في عليين جميعا. هذه جدتي لأمي وهذه جدتي لأبوي. جميل اللي يتحدث منها يذكر الجدتين. اي والله اسمه اي والله. انا وانت تكلم انا اتذكر الابتسامات، اتذكر الحنان العجيب العظيم. كنت وانا صغير، ما هذه لقطات لا تنسى ولا تمحى، لما جيت من المدرسه جيت البيت جدتي شريفه، بيت تذكرون بيوت منول، البيت الحوي والمفتوح بطن الحوي بطن الحوي، إلا جيت دخلت عندها وجلست ما بقى كلمة من الكلام الجميل اللذيذ العاطفي ما تستقبلني فيه. هلا بوليدي، هلا بحبيبي، هلا وغلا، وثم تقلطني ثم تروح تجيب لي فاكهة. والله أنا ما أنسى هذه اللقطة. يا الله تحط عندي الفاكهة، أنا جاي الظهر هالحين. كنت أحب وأقدر، تذكرون كتاب صور من حياة الصحابة باشا، صور من حياة التابعين، هي تعطيني الفاكهة، أخذ التفاحة وأفتح الكتاب وقعد أقرأ القصص، أنا أحب القصص من يومني صغير وأذكر أنها تكون لافزات لها 5 ريال 10 ريال، طلعها وتلفزها بمخباي. هذه سمة في الجدات، يا سبحان الله، نفس بالخمسة من الولد الأول دل ولد، سبحان الله العظيم. وكانت ولا أقطع ولدك أبو سعود، كانت تغرس القيم بطريقة غريبة جدا. يا جماعة الخير، الوصايا وحنا داخلين، أنا أتكلم على الثنتين ترى في نفس الوقت، بس هذه كنت يعني كانت معي في نفس، كنا ساكنين في الشرقية، كانت معي وجدتي منيرة بالزلفي، فما احتك بها كثير بالزلفي الا رحنا بالاجازات، لكن نفس القيم سبحان الله. يعني تقول فولهم قسمت نصين، الوصايا بالصلاة، الوصايا بـ 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 بالادب، الوصايا بالذوق، الوصايا وثم تشوف عملي قدامك، الصلاة التي تقام في وجه في وقتها، قيام الليل، ركعتي الضحى، الصيام، صيام الاثنين والخميس، ما يتكلمون لك لكن تشوف بعينك قدامك. فيا أخي هذولا ناس، يعني ما أدري أنا وش أقول لكم يا جماعة الخير. حاجة آخر شيء أقوله، مرة من المرات دخلت على جدتي شريفة الصبح يمكن حول الساعة 10، ناظرت وجهي قالت علي، قلت سمي، قالت ما صليت الفجر يا وليدي، وجهك مسود ما صليت الفجر. يا الله والله هذه أذكرها دائما. قلت والله يا جدة ما صحيت، ما قدرت، ما يعني ما حد صحاني، ما انتبهت. قالت واضح اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. والله لا زالت كل فترة تذكر هذه، سبحان الله، حتى وصلوا لمرحلة من الشفافية عجيبة جدا. نسأل الله أن يغفر لهم ويرحمهم ويتجاوز عنا وعنهم. وعلى فكرة ترى القصة اللي بعطيكم إياها الحين بعد شوي عن جد من الأجداد سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا الكلام يمتد سواء الجد